السلام عليكم، سارة علاوني معكم من فريق نبض. بدنا نحكي هلأ عن ميجر الأطفال بيدياتريكس. طبعا ميجر الأطفال واحد من التو ميجرز اللي بناخدهم بخامسة. رح نقسم حكينا لثلاث مواضيع مهمين. رح نحكي عن الدراسة من ناحية الثيوري، ورح نحكي عن كيف ندرس للأوسكي والميني أوسكي. رح نحكي بعدين عن الروتيشنز المستشفيات والدكاترة، ورح نحكي عن الامتحانات وتقسيم العلامات. في عنا مجموعة من الكتب اللي هم الدكاترة أكتر إشي بيوصوا فيها علشان ندرس الأطفال. هنا مجمعين بهذا السلايد كلهم إيش الكتب اللي بدنا، إيش الكتب اللي رح نحتاجها للثيوري، الكتب اللي رح نحتاجها للأوسكي والميني أوسكي. رح نحكي من هون على الأوسكي والميني أوسكي، إنه زي ما تعودنا لدوسيات الجراحة والباطني، في دوسيات للأطفال، في دوسيات للهاشمية، وفي دوسيات للتكنو. هذول بيكونوا علشان الهيستوري. بالنسبة للفيزيكال اكزامينيشن فهو نفس الاكزامينيشن يلي تعلمتوه بالباطني، بس هاي المرة رح يتم تطبيقه على الأطفال، وبيكون في شوية أشياء جديدة بالإكزامينيشن رح نحكي عنها لقدام. هلأ نحكي عن الكتب بالتفصيل. أول كتاب اللي هو الكتاب اللي كل الدكاترة رح يحكوا إنه لازم أنتوا ترجعوا له، كتاب نيلسون التكست بوك. طبعاً إنه الواحد يدرس من التكست بوك نيلسون هذا عبارة عن إشي مستحيل. الكتاب كتير كبير، مش شغل دراسة طلاب، مش شغل ميجر لسنة خامسة، ففقط إحنا بنرجع لنيلسون بأي موضوع ما فهمناه من أي كتاب تاني. هاي شغلة. الشغلة الثانية بموضوع الديفلوبمنت والمايلستونز، في عنا ثلاث جداول بنيلسون، هدول لازم ينحفظوا من نيلسون، لأنه امتحان الميني أوسكي والفاينل بتكون مطلوب، بيكون المطلوب هدول الجداول يلي بالكتاب هذا، مش من أي مكان تاني. ديفلوبمنت ستونز لازم يندرسوا من التكست بوك تبع نيلسون. هلا الكتاب المختصر لنيلسون يلي هو ممكن يكون لاي حدا منكم دريس بحب الكتب، بحب يقرا من الكتب، ما بحب يقرا من سلايدات، ممكن يكون خياره نيلسون اسينشال يلي بيكون مقسم على شكل سيمتوم بيست، بيساعد كثير بالهيستوري، وبيساعد بان نحط ديفرنشلز، وبيساعد بان كيف نعمل الانفستيجيشنز، ايش المانجمنت، فبيكون مساعد للامتحان. وبرضه الناس اللي ما عندها وقت لإسنشال لسه في خيارات أخرى أفضل. ثالث كتاب ممكن نستخدمه اللي هو كتاب ستيب أب. كتاب ستيب أب برضه كتاب كتير ممتاز، مرافق للسلايدات. راح تلاحظوا أحيانا إنه السلايدات بتغطي ستيب أب تماما وكأنه كان مرجع الدكاترة، أو بتكون شاملة أكثر من الكتاب، فستيب أب خيار جيد. هلا الخيار اللي احنا بنفضله كطلاب انه بالاضافه للمحاضرات يلي الدكاتره بيشرحوها نستخدم كابلن، اما على شكل فيديوز او على شكل كتاب. الكتاب مختصر جدا جدا جدا، بيعطي الصافي يعني فقط، وبيكون مقسم برضو على شكل سيمتومز، بيساعد كتير بشغلات الهيستوري تيكينج. اهم اشي ندرس نحضر الفيديوز، الفيديوز كتير مفيدين، يعني فيديوز مع سلايدات بيكون الوضع تمام. بالنسبة للسلايدز حطيناها بالآخر لأنه إحنا بدنا نركز على السلايدز كتير. دكاترة الأطفال كلهم بلا استثناء بيشرحوا بطريقة جدا منظمة، وبيشرحوا بضمير، وكل كلمة ممكن تحتاجوا تعرفوها عن أي موضوع معين رح تلاقوها موجودة بالمحاضرة بالسلايدات. أي حدا بيتبع على شغلة ريكوردات أو نوتات أو تفريغ شيتات للمحاضرات رح يضمن علامة بالفاينل كتير عالية، لأنه صدقا الفاينل كله بيجي من السلايد ومن حكي الدكاترة. برضو السلايدات مهمة كتير لامتحان الأوسكي، لأنه امتحان الأوسكي إلا ما يسألوا سؤال مانجمنت، إلا ما يسألوا ديفرنشلز، إلا ما يسألوا أي سؤال، برضو بالميني أوسكي كتير مهم إنه تدخل على الامتحان درسين سلايدات. في شغلة حلوة إنه نحكيها هون، إنه ميجر الأطفال ما في سيمينارات، هي كلها محاضرات الدكاترة بيجوا على الجامعة بيعطيكم إياها. سيمينارات أنتوا تقدموها كطلاب ما في. الشغلة الثانية إنه في خطة لازم تطلبوا من منسق هذا المسار يعطيكم خطة الأطفال، تمشوا على الخطة علشان تعرفوا شو الأشياء اللي لازم تدرسوها، لأنه في مواضيع بتكون موجودة بالخطة وما بتم تغطيتها من المحاضرات، لازم أنت كطالب تروح تدور هذا الموضوع وتدرسه بغض النظر إن شرح أو ما انشرح. هلا بالنسبة للأوسكي والمينوسكي، زي ما حكينا في عنا دوسيات سواء كانت للهاشمية للتكنو للأردنية، من وين ما بدنا نجيب الدوسية كلهم رح يكونوا بنفس الإشي، حيصبوا بنفس المكان. كيف طريقة إن ناخد الهيستوري؟ في هيستوري للأطفال معين رح يعلموكم على الدكاترة، هي فقط إضافات بسيطة من ناحية النيوتريشن، من ناحية الفيدينج، من ناحية الديفلوبمنت، بس هي إضافات بسيطة ورح تتعلموا عليها أثناء المستشفيات.
ايش الهيستوري اللي بيجي؟ تقريبا كل الكومبلينز اللي ممكن تيجي از سيشن بالهيستوري تيكينج اخذناها بالانترنال ميديسن وتعلمنا عليها. الاشي اللي بيختلف بميجر الاطفال انه في عنا مجموعه مصطلحات احنا مضطرين نتعرف عليها علشان تساعدنا بالهيستوري وتساعدنا بالفيزيكال اكزامينيشن. اول اشي الجروث بارامترز، هدول بيكونوا كتير مهمين للاكزامينيشن، راح ينشرحوا لكم بالتفصيل بكل مستشفى بتمروا عليهم. في عنا اكزامينيشن اسمه البريميتيف ريفلكسز، هدول البريميتيف ريفلكسز بيكونوا للنيونيت والاطفال اللي بينولدوا جداد، بتتعلموا عليه بالمستشفى وممكن يجي از سيشن. بالأطفال مهم كتير عنا الكونسلينج، ممكن يجي كونسلينج للفاكسينيشن، ممكن يجي كونسلينج للديفلوبمنت للمايلستونز. فقبل ما ندخل على امتحان الأوسكيم لازم نكون مغطين هاي المواضيع بطريقة كتير كويسة. هلا بدنا نحكي عن الروتيشن كله بشكل عام، كيف مقسم على المستشفيات، مين الدكاترة اللي معنا، نظام الدوام بكل مستشفى. طبعا روتيشن الأطفال 8 أسابيع متواصلة، بنهاية الروتيشن بنمتحن أوسكي ميني أوسكي، الفاينل بيكون لآخر السنة. هدول الثمان أسابيع مقسمين على 4 مستشفيات، نصيب كل مستشفى أسبوعين. هلأ رح نحكي عن المستشفيات اللي داومنا فيها كسنة خامسة واللي رح يداوموا فيها إن شاء الله. أول وأهم مستشفى اللي هو مستشفى حمزة. مستشفى حمزة موجود فيه كل الكادر التدريسي اللي رح يشرح لكم مادة الأطفال. الحضور هناك الساعة 8:30 تماما للمورنينج ريبورت، ما بيسمحوا بأي تأخير بعد هيك. موضوع الحضور والغياب عندهم موضوع فيتل، لازم الواحد يكون on time. يلي بيصير مستشفى حمزة انه المورنينج ممكن بيقعد ساعة، بيقعد ساعة ونص، بيقعد نص ساعة حسب الكيسز، حسب الادمشنز يلي دخلوا بهديك الليلة. بعد هيك بيتوزعوا لجروبين على الدكاترة، في ناس بتروح راوند، في ناس بتعمل ديسكشن، في ناس بتتعلم اكزامينيشن، في ناس بتاخد هيستوري حسب الدكتور. طبعا كل التوزيع كل التقسيم بتكون بالعدل، الكل رح يشوف كل الدكاترة. بعد هيك بتضلوا تقريبا على هذا الموال للساعة 12:30، بتاخدوا بريك على الساعة 1 بترجعوا في afternoon session. هلا هذا الافترنون سيشن بيكونوا مخبرينكم عنهم اما بصباح اليوم او قبل بيوم. في 4 مواضيع بيشرحوها 4 دكاترة، هاي المواضيع اللي بيشرحوها كتير مهم انكم تفرغوها تدرسوها كويس، لانه اي اشي بيحكوا لكم في مستشفى حمزة توقعوا انه يكون للميني اوسكي للاوسكي. حطينا لكم هون اسماء الاربع مواضيع، في ابروتش للريد يورين، رح يحكوا عن الديهايدريشن والاسيد بيس بالانس، رح يحكوا عن النيوتريشن، ورح يشرحوا لكم الجروث تشارتس. الدكاترة يلي موجودين بمستشفى حمزة اللي هو الطاقم التدريسي اللي راح يدرسكم، زي ما بتشوفوا أسماء الدكاترة كتيرة وموجود وفي كل السبس اللي انتو بتحتاجوها بالبيدياتريك، راح تلاقوا هناك دكتور للإنفكشوس ديزيزز اللي هو دكتور مروان، دكتور للإندوكراين، دكتور للبولمونري، للنفرو، للجي آي، دكتور للكارديو. كل هدول الدكاترة موجودين بحيث كل واحد يعطيكم اللي بيفيدكم من السب تبعه، يشرح لكم محاضراته اللي بتفيدكم من السب تبعه. هلا بالنسبة لمستشفى الملكة رانيا بالمدينة الطبية، مستشفى الملكة رانيا برضو مكان كتير ممتاز لحتى الواحد يشوف فيه كيسات جديدة، كيسات مختلفة، ويتدرب فيه على الهيستوري وعلى الفيزيكال اكزامينيشن. برضو نفس الاشي، هذا المستشفى مقسم فيه السبس، يعني انتو يوم بتداوموا جي اي مع دكتور عبد الله، يوم بنداوم نيورو مع دكتورة منار، وهكذا. كل دكتور مسؤول عن انه يعطيكم الهيستوري والاكزامينيشن حسب اكوردنج للسيستم اللي هو اصلا متخصص فيه، وبتشوفوا الكيسز حسب السيستم يلي انتوا راح تداوموا فيه. كل يوم راح تداوموا سيستم. في شغلة حلوة بمستشفى الملكة رانيا، دوام الخداج. دوام الخداج هناك كتير ممتاز، تقريبا راح تداوموا على يومين بالأسبوعين خداج. راح تقريبا راح تشوفوا فيهم أهم الكيسز يلي انتوا بتحتاجوها لأي NICU حتدخلوا فيها. لا بالنسبة لمستشفى الزرقاء، مستشفى الزرقاء هو الخيار الأنسب لتعلم الفيزيكال إكزامينيشن. المورنينج ريبورت هناك الساعة 8:30، الدكتور المسؤول اسمه دكتور غسان شكوري. دكتور غسان شكوري جدا شديد من ناحية الدوام ومن ناحية الواحد يحضر على الوقت، يعني 8:30 يعني 8:30. بالمورنينج ريبورت بناقشوا أكم من مادة نظرية، غالبا هناك بتكون المواضيع أزمة يوتي آي، ما بتطلع عن هدول الموضوعين. بعد هيك بتروحوا على الفيزيكال إكزامينيشن، يعني دكتور غسان، دكتور تيسير، دكتور فتحي بيكونوا مقسمين بينهم الفيزيكال إكزامينيشن لكل السيستمز بالبيدياتريك بطريقة ما، بحيث كل واحد يشرح لكم الإكزامينيشن اللي انتو بتحتاجوه. حاولوا ما تطلعوا من مستشفى الزرقاء بهدول الأسبوعين إلا ماسترين الفيزيكال إكزامينيشن تماما. هلا احنا على دورنا داومنا اسبوعين بمستشفى هاشم، على دوركم رح يتغير الوضع، حينتقل الدوام لمستشفى البشير.
فمش كتير في معلومات عن هذا الموضوع، لكن بنقدر نفيدكم فيه انه مستشفى البشير فيه حالات مليانة بالاطفال، والدكاترة هناك جدا رائعين، والدوام ما بيتجاوز موضوع مورنينج ريبورت راوند ديسكشن سريع وترويح. اخر شغله رح نحكي عنها هو موضوع العلامات وموضوع الامتحانات. الايفالويشن هون من 20، بيعتمد على الحضور والغياب. يمكن كورس الاطفال اكثر كورس منظم رح تشوفوه على مدار كل سنين الكلينيكال. الدكاتره فيه متابعين بشده، بيعرفوا كل يوم مين غايب مين حاضر. عندهم الحضور والغياب يعني بيحسبوه باليوم، سواء كان على الجامعه على المحاضرات على المستشفيات، وكل ال 20 علامه بيعتمدوا على الحضور والغياب. برضو أثناء الأفترنون سيشنز اللي رح تاخدوهم بحمزة، الدكاترة رح يكونوا بسجلوا مشاركة، بسجلوا حضور وغياب، بسجلوا مين متفاعل، بيعرفوا يعني مين الشاطر مين مش شاطر وكذا، وهذا الإشي بيأثر على التقييم. 35 علامة للأوسكي ميني أوسكي زي ما احنا متعودين، 20 منهم بيكونوا هيستوري وإكزامينيشن 10 بـ10، بضل 15 للميني أوسكي. يلي بدنا ننتبه إله هون إنه الميني أوسكي بيكون فقط 10 صور بـ10 علامات، العشر علامات بتتحول لـ15. اخر اشي مادة الفاينل 45 علامة، وزي ما حكينا سلايدات مع فيديوهات كابلن، سلايدات طبعا مع ريكوردات مع النوتات نغطيها 100%، هذا اشي بضمن علامة كتير عالية بالفاينل، والاطفال من احد الميجرات اللي ممكن تنزلوها علامة كتير عالية، وهذا الاشي سهل بس في حال انه الواحد يدير باله على السلايدات، يدير باله على حكي الدكاترة ويركز تمام، وكل التوفيق.